قرة تكوين جسم من رؤساء التحرير لمتابعة ما تم الاتفاق عليه. المذكرة التي ترفع إلى وزارة العدل، نحن تمسكنا بموقفنا الرافض لإنشاء نيابة للصحافة في الولايات باعتبار تضييق على الحريات الصحفية. أقر الاجتماع مذكرة بشأن إنشاء نيابة للصحافة بالولايات، وستسلم المذكرة غضون يومين إلى وزارة العدل. أيضا ناقشنا أوضاع الحريات الصحفية، أوضاع الصحف والمطابع وما إلى ذلك، وقررنا إنشاء جسم تنسيقي باسم رؤساء التحرير لمدارسة والنقاش مع أهل الشأن والاختصاص والدولة في كل القضايا التي تهم صناعة الصحافة.